خلينا نروح لخبر آخر، وحيث قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية ستكون جاهزة خلال أيام، والتي يتم وضعها بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها المجلس القومي للسكان بالإضافة إلى عدد من الوزارات من بينها التضامن، كما سيكون شريكا فيها رجال الدين والمجتمع المدني والإعلام. وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا التوجه سيحسن من الخصائص السكانية ويحسن من الصحة الإنجابية وصحة الأمة ويحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن مبادرة الألف يوم الذهبية مهمة جدا لدعم صحة الأم والطفل والحفاظ على الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه لدينا 2,500,000 طفل سنويا، ونعمل على تقليل تلك النسبة من خلال المساعدة في المباعدة بين الولادات وتأخير سن الزواج وتأخير سن الإنجاب والاهتمام بتعليم الأطفال. ده ياخدنا سيادة المستشار لفكرة الزيادة السكانية، وهي واحدة من العقبات الكبيرة اللي بتواجه مصر، لأن في النهاية في تنمية بتحصل على أرض الواقع، ولكن بسبب الزيادة السكانية المضطردة يعني إحساس المواطن المصري بهذه التنمية لم يكن على الشكل الحقيقي ليها على أرض الواقع. والحقيقة استراتيجية تنمية الأسرة المصرية هي مش بس في فكرة ضبط المباعدات بين الولادات وتأخير سن الزواج وغيره من الأشياء اللي احنا ذكرناها في الخبر، لكن كمان هي بتأتي فيها مبادرات صحية رئاسية لصحة المرأة المصرية وصحة الجنين والاهتمام بفكرة الصحة الإنجابية في مصر بشكل عام. كيف ترى هذه الاستراتيجية في هذا الوقت تحديدا؟ خليني بس نقول إن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية دي بتأتي من اهتمام السيد الرئيس بتنمية الإنسان المصري وأهمية دور الأسرة المصرية في تطوير حياة المصريين وتنمية حياة المصريين، وإن عاوزين نقول إن هذه الاستراتيجية برضو مش حاجة مؤقتة، لا ده حاجة مستديمة. هي حاجة مستمرة ومتجددة للتنمية المستدامة. وبرضو دي بتأتي في إطار زي ما احنا كنا بنتحدث على المصريين في الخارج وبنتحدث على الصناعة، بتأتي في إطار استراتيجيات شاملة. احنا الآن الدولة المصرية كل عملها بتأتي استراتيجيات شاملة في كل مناحي الحياة. يمكن هذه الاستراتيجية قايمة على ثلاث محاور أساسيين، إذا كان تعليم، إذا كان صحة، إذا كان توفير تشريعات آمنة للأسر المصرية. التعليم شايفين كلنا زي ما حضرتك أشرت من شوية، شايفين الاهتمام بالتعليم وبالمدرس وبتوفير المدارس وبتوفير، وإن كان إحنا أمام صعوبات في هذا الملف أكيد. تحديدا لأن طبعا زي ما حضرتك أشرتي إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، زي ما بيقولوا بتاكل دايما من كاسين من الجهود اللي بتوزع من قبل الدولة. مشكلة السكانية دي مشكلة كبيرة جدا وتحدي كبير أمام كل عوامل التنمية اللي بتقوم بها الدولة، كل جهود التنمية اللي بتقوم بها الدولة. الصحة وزي ما حضرتك أشرتي لكل المبادرات الرئاسية وغير الرئاسية والدولة بتقوم بيه في مجال الصحة والمستشفيات وكل ده، ويمكن احنا الحمد لله تعالى نقدر نقول ان احنا قمنا بدور كبير جدا كدولة مصرية. يمكن اكبر دليل التخلص من فيروس سي، اكبر دليل مجابهتنا لكوفيد وقد ايه قد ايه كانت دول كبيره جدا جدا ويمكن اقتصاديتها كانت كبيره ورغم ذلك وقعت، لا احنا الحمد لله تعالى قدرنا نمتص هذه الازمه بالبنيه الاساسيه اللي موجوده عندنا في الصحه. قد ايه برضو احنا عاوزين نقول ان احنا عندنا تشريعات والحمد لله تعالى تشريعات كبيره جدا جدا بتامن الاسره المصريه، ويمكن احنا برضو في مزيد، يمكن السيد الرئيس اشار اكتر من مره، يمكن شكل لجنه حتى لمناقشه قانون الاسره ووضع قانون اسره مناسب للاسره المصريه وليس مناسب للطرف على حساب طرف. كل ده بيأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة اللي بتتدحضر، اللي هي دي السياسة العامة للدولة في كل أمور حياتها. بقى عندنا استراتيجيات شاملة مش مرتبطين بوقت معين أو بشخص معين، لا ده مرتبطين بتوقيتات كبيرة بتتم داخل الدولة المصرية. يعني الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ على هذه القراءة التحليلية اللي أكيد كانت مفيدة مع حضرتك، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لبلدنا الغالية مصر في كل إنجازاتها ومشروعاتها اللي بتتم بالتوازي زي ما حضرتك قلت في البداية. طبعا كل التوفيق لدولتنا وبنتمنى لو إن شاء الله تعالى كلنا تفاؤل وكلنا أمل إن شاء الله تعالى إن الخير قادم وإن القادم أفضل إن شاء الله تعالى، وهنتغلب على هذه الصعوبات بالتحدي دائما أبدا اللي بيراهن السيد علي الرئيس عليهم اللي هو الشعب المصري. بالشعب المصري إن شاء الله تعالى إحنا هنجابه هذه التحديات وهنعدي هذه التحديات، ودائما بشكركم على هذا اللقاء وبشكر حضرتك على هذا اللقاء. أشكرك.